لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس وأيضا ادعمنا باللايك. تبقى الحمراء تبقى الاستوار اتحاد الشهداء. الكازا وين رحبوا بنا يعني استقبال حفاوة كبيرة، هذا مشكورين على هذا الاستقبال هذه. ان شاء الله احنا رانا في اتم الاستعداد باش نؤدي مقابله ان شاء الله غدا في محمد سانك تكون في القمه ان شاء الله. نفس السؤال محمد رضا بومشرم. اول حاجه السلام عليكم ومرحبا بكم في متانيك. احنا كما انا ننتظر غدا ان شاء الله تكون مباراه قويه بين الطرفين وخاصه سوف تكون حاسمه. لا والله يعني التعادل راح نقصه نهائيا. احنا التعادل يعني ان بوان سي 3 بوان maintenant سي بول لو ماتش هذا. يا احنا جينا هنا بالعزيمه يعني باش نأديو مقابله في المستوى اول حاجه، وراح تكون مقابله صعيبه لينا وليهم. احنا ما راح نعرف كيفاش راح تجري المقابله، يعني رب تعالى هو اللي يعرف كيفاش الامور. مي احنا نحضروا كما ينبغي باش نأديو مباراة. يعني احنا جينا هنا يا احنا لازم لنا يعني يبقاو زوج مقابلات، لازم لنا يعني سي بوان. اون فوا بازي سور لي سي بوان هادو ان شاء الله. وكيما تكون المقابلة احنا كيما نقولوا رادين بالنتائج اللي عملناهم مالغري يعني ديفيكولتي تاع الفريق اللي راه يمشي بها احنا في الجزائر. يعني كي بدلوا لونترينور اللاعبين متحفزين، يعني يحبوا يوروا المدرب الجديد يعني لي كاليتي ديالهم ايتو، راح يؤديوا يعني مستوى، راح يجريوا يعني نقولوا في المقابله راح يعطيوا الكل بالزياده، يعني باش يوريوا المدرب الجديد باللي انا عندي مكانه في الفريق ايتو. منايا راح يعني احنا هذا الجانب هذا ما ناخذوش بالعين الاعتبار، يعني هذا الجانب يعني يخص الفريق تاع الفريق يعني وكازابلانكا غير مدرب. مي حنايا اون فا بازي سور نوتر يعني الخدمه، يعني العمل اللي خدمناه في الجزائر، يعني وحنا كنا في تنقل يعني اللي شلف يعني في الجزائر يعني في البطوله، وجينا يعني هنايا ان شاء الله متحفزين باش نأديو مقابله في القمه ان شاء الله. والله احنا انت راك تعاود تولي 22 سنه لورا. يعني انا كنت لاعب يعني خلاص لاعب، اليوم راني في التوب تاع مدرب. سي فري جي دي بون سوفونير هنايا في الملعب محمد الخامس، سواء مع اتحاد العاصمه يعني في 97 وين فزنا 2-0، ولا مع النجم الرياضي الساحلي اللي جينا ناخذينا يعني الكاس يعني الممتازه، كاس افريقيا الممتازه مع النجم الساحلي ضد الرجاء بيضاوي. مي اليوم احنا نقولوا اني مدرب، اليوم اللاعبين اللي راح يكونوا فوق الميدان، اللاعبين تاعنا اللي راح يكونوا فوق الميدان ان شاء الله احنا نحفزوهم وندعموهم باش يؤديوا مقابله يعني في المستوى. لا والله يعني احنا يعني من المقابله الاولى يوم 30 نوفمبر، يعني المقابله الاولى، واليوم يعني راح نلعب يوم 24 جانفي، ما كاش يعني الظرف ما نقولوش كبير بزاف، يعني فيه دو موا برك شهرين، يعني ما تغيرش. جو سي بلي زون في دي ريكري، يعني ما راحش يكونوا كاع متاهلين للبطوله الافريقيه. ايزون شونجي لونترينور اوسي فريق مع الفريق الاخر، كيفاش النهج تاع اللي كان يستعمل بزاف يعني لو سيستيم تاعو 4-4-2 اي تو، مات لونترينور يعني بتات المدرب الجديد عنده نهجه واحده اخرى، سواء في الكره الثابته ولا النهج يعني لو سيستيم اللي راح يلعب به. يعني احنا ما نقولش ما فوكاليز با سور ان جوال ولا دو جوال، احنا المجموعه اللي تهمنا المجموعه تاع الوداد البيضاوي هي المجموعه، هو الفريق يعني مجموعه ماهوش فريق، يعني في الفريق ما تلقاش لاعب واحد ولا اثنين. يعني احنا اون با سور ليكيب سور لي يعني الكوليكتيف تاع ليكيب تاعهم اللي عندهم يعني فرقه يعني في المستوى ان شاء الله. احنا يعني نقولوا لي كات كلوب اللي راهم سواء سانداو سواء الواك ولا الاتحاد العاصمه ولا البيترو اتليتيكو، اربعه عندهم حظوظ باش يتاهلوا. يعني مادام مازال زوج مقابلات ست نقاط، في ربع الفرق عندهم حظوظ باش يتاهلوا. كاين غير سانداوس اللي تاهلت يعني
اوتوماتيكمون لي تروا سوا الواك ولا ولا اتحاد العاصمه ولا البترول عندهم دي شونس. شكون لي شونس؟ كاين اللي عنده لي شونس 80%، كاين اللي عنده 30%، كاين اللي عنده 10%. يعني كي تكون عندك 10% ولا 20% لازم تلعبها اخر لحظه. يعني رانا نشوفوا الجروب اللي ملهيه، ولا كاين دي زيكيب اللي راح يكملوا يعني بالنقاط كثير ما راحش يتاهلوا. مي هنا اليوم كاين اللي عنده زوج نقط ينجم يتاهل. يعني كي تكون عندك اي شونس فو لا سيزيير وتكون يعني حاضر لي دو ماتش هادو باش تكون في التاهل ان شاء الله. حنا الازمه هادي ما غاديش تاثر علينا باسكو من ديبي سيزون حنا على بالنا السيتياسيون تاع الكلاب كيفاش هي. نظن رانا متحضرين جيدا للمقابله هادي، وباذن الله اللي يكون اكثر حضورا فوق ارضيه الميدان هو اللي يفوز بثلاث نقاط. لا والله احنا عندنا يعني 24 لاعب، يعني اجازه 24 لاعب اللي مشينا بها وما عملناش انتداب، ما درنا حتى انتداب في لا سيتياسيون تاع الكلوب ديالنا. يعني يعني شويه ما حاجه الاموال تو ما عملناش انتداب. يعني انا راضي بالمجموعه اللي عندي. سي فري اون جو شاك 3 جور سورتو، يعني كي حنا اون ديماري لا سيزون 1 جويي ونمشي حتى 31 ديسمبر، سي 6 موا. 6 موا لازم اللاعب ياخذ طقس من الراحه باش يعاود. حنا لاكاف قدمت لنا يعني المقابلات، يعني قدمتهم متراكمين يعني وحده قدام وحده. هذا يعني حاجز نقولوا باللي بولي لي جوا لي بليسير سورتو ميسكولار. حنا نشوفوا يعني في انجلترا في البوكسين داي يمشيو غير لو ديسون 26 28 30 ولا لو بريمي ولا لو 30، يعني لي تروا مات هذوك ياخذهم في 7 ايام في 8 ايام. هادي حنا رانا نمشيو شاك 9 جور نمشيو 3 ماتش، ولا مشينا 3 جور نمشيو 4 ماتش في الجزائر. جو سي با، يعني جو سي بلي الواك لعبوا كيما حنا لعبنا هاد المره، يعني لاندي لعبوا اون ديبلاسمون. بون جو سي با سافي شحال المسافه بعيده، حنا تاني لعبنا اون ديبلاسمون وين مشينا بار بيس. هذا راه عائق ان شاء الله. حنا يعني نشوفوا البرمجه سواء هنايا ولا في الجزائر، نشوفوا البرمجه اللي تساعد سورتو اللاعبين. حنا مدربين ماذا بينا كاين وين تخرج عن النطاق تاعنا، يعني لي بليسير من هنا نشوفوا ميم في لو نيفو، يعني في اوروبا نشوفوا ميم في انجلترا لو بوكسين داي شحال من لاعب تبليس يعني تصاب في بروبليم مشكله. احنا ما عندناش خيار واحد اخر، عندنا خيار واحد وهو الفوز بثلاث نقاط اليوم. يعني ماهيش قاعده صحيحه الفريق اللي ما نهزمش يعني في ارض ملعبه يعني بوندون ان بيريود يجي نهار وين يخسر. بتات ماشي اليوم، ماشي غدوه، ماشي الشهر الجاي، يجي نهار وين يخسر. هذه يعني مقابله في كره القدم، يعني ما فيهاش منطق. يعني انا راح نفوز يعني سيرا 100% نو، يعني الفريق ينجم يخسر في الملعب تاعو. بوتيت راك تقول عنده بزاف ما خسرش في الملعب تاعو، بوتيت حنا اون فا وفا الماكسيموم بو لاريشي لي 3 بوان ان شاء الله. هو ما راحش ياثر علينا هذا الجانب، بالعكس حنا يزيد يحفزنا الجمهور، وخاصة المباراة هو يتعد الديربي، ديربي الأشقاء بين المغرب والجزائر. إن شاء الله نشوفوا روح رياضية في أرضية الميدان، واللي يكون بيان كونسونتري دون سو ماتش هو اللي دي كاليفيكاسيون. تقدر تقول هذا الماتش هو اللي يتلعب على الكاليفيكاسيون باسكو مباراة حاسمة. اوكي شكرا لك. نعرفو نصدقو ما كانش اللي حبسنا، ليكو ارمادو سلعة مارادونا، والودية اللي راني فيها انا يا خلوني المومنتية ستيليتية ما رانيش ريزوني. العب العب ما رانيش ريزوني.